تحية طيبة، الأخبار الاقتصادية من إذاعة الديوان. مجموعة إيروليا التابعة للشركة الفرنسية إيرباص وصاحبة وحدة إنتاج بمنطقة المغيرة جنوب العاصمة نفت أي نية لها لمغادرة تونس أو تعليق نشاطها خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام. مدينة نفطة حظيت بالعديد من المشاريع الفلاحية على غرار تهيئة وادي الرتم والمناطق السقوية، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة للقسط الأول 2 مليون دينار، وذلك لإعداد الدراسات اللازمة ومد مشاريع القنوات. الاستثمار في تونس انطلاقة نحو الديمقراطية هو موضوع ندوة أصدقاء تونس التي ستنتظم يوم 8 سبتمبر 2014 بتونس، وستتم دعوة 30 بلدا إلى جانب مؤسسات مالية دولية وشركات متعددة الجنسيات وبرعاية فرنسية. الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي يشرف على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في متابعة إنجاز مشروع ميناء المياه العميقة بنفيضة. في الاقتصاد العالمي، سلطة النقد الفلسطينية أصدرت نتائج مؤشرها لدورة الأعمال لشهر أوت 2014، حيث تشير النتائج إلى تراجع حاد لدورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني خلال شهر أوت. منتدى الاستثمار لدول غرب إفريقيا والذي ستستضيفه دبي في 9 سبتمبر المقبل يكشف عن استثمارات مرتقبة في مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق في دول غرب إفريقيا تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار. جمهورية جنوب إفريقيا احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث رخص أسعار الطيران الداخلي، تلتها تركيا في المرتبة الثانية، وذلك حسب إحصائية أجراها موقع إحصائي دولي. بيانات رسمية أظهرت أن الاقتصاد الفرنسي شهد جمودا في الربع الأول لعام 2014، وأكد اقتصاديون أن التوقعات لبقية العام ليست مشجعة على الرغم من الزيادة في إنفاق المستهلكين. هذه الأخبار قدمها لكم حمزة بن رجب من إذاعة الديوان من صفاقس. نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة. إلى اللقاء.